مشاركة 26 دولة من القارة الخمس. الحمد لله كانت تظاهرات في مستوى الانتظارات الدائمين اللي جاونا من خمس قارات. وكان المدار كيف كتعرفوا المدار العريش صعيب على الدول اللي كيبغيو بزاف لأنه في التنافسية. الحمد لله ما نصفوا شي بيسي وسلام. الحمد لله كانت دعم مساندة ديال السلطات المحلية والمصالح الخارجية. كانوا متطوعين وساكنة في مدينة العريش مشكورة. كانت كتحب هذه الرياضة وكتحب التظاهرة. ساندتنا وساعدتنا باش نشوفوا التظاهرات في أحسن الظروف. الحمد لله حنا جد سعداء. الحمد لله النتائج كانت مزيانة. كانت واحد الفئة ديال العمرية تقريبا فيها واحد 165 165 حتى واحد منها فيها المشاركة المغربية يحتل فيها البطل المغربي الرتبة الرتبة الأولى والثانية والثالثة. الحمد لله النتائج بالنسبة للمغرب بالنسبة للنتائج كان القطري حتى هو كانت فينيزويليا والإسبان كانوا متوقعين عندهم مستوى عالي وجاو باش يديو النقاط التسهيل الأولمبية والبطل ديالنا بطل صناعي.